كانت بداية هذه الأبحاث هو أنه هناك حركة للمطالبة بحقوق المرأة بدأت بذرتها الأساسية في الفكر الغربي، سواء سميناها الحركة النسوية أو سميناها حركة التمركز حول الأنثى أو أي عنوان آخر، ولكن المهم أن هذه الحركة بدأت في البيئة الفكرية والثقافية للغرب. هذه كانت بداية الأبحاث اللي انتهينا إلى ما انتهينا إليه. من هنا طرح هذا التساؤل، وهو أنه يمكن استنساخ هذه الحركة لبيئة ثقافية أخرى أو لا يمكن. طبعا بحثنا الآن في حقوق المرأة، ولكن البحث ما هو؟ أعم من ذلك، يعني سواء في الفلسفات التي طرحت، سواء في العلوم الإنسانية التي طرحت، سواء في المناهج المعرفية التي طرحت، هذا باب واسع. نعم، نحن نتكلم عن مورد من موارد هذا البحث ومصداق من مصاديق هذا البحث، باعتبار أنه مرتبط بفقه المرأة عندنا. هنا قلنا توجد قراءتان أو موقفان إذا ما جرى في الغرب. الموقف الأول يعتقد أن هذه النظريات وأن هذه الحركات وأن هذه المناهج بطبيعتها كونية وإنسانية وعامة، لا ترتبط ببيئة ثقافية دون أخرى، ومن هنا فيمكن ماذا؟ فيمكن استنساخها. ولهذا جاءت هذه النظريات التي تحاول أن تستورد هذه البضاعة، إن صح التعبير، أن تستورد هذه الثقافة، هذه الحقوق. وأنتم تعلمون الآن عندما يتكلمون عن حقوق الإنسان لا يقولون حقوق الإنسان الغربية، لا يقولون هكذا، وإنما يقولون حقوق الإنسان مطلقا. لا يفرق بين أن تكون هذه البيئة أليف أو هذه البيئة باء أو هذه البيئة جيم. ولهذا يصرون على هذا المعنى، أن كل ما انتهينا إليه فلا بد للبشرية أن تستفيد من هذه التجربة، بل هي المحور والأصل، والباقي لا بد أن يكون تابعا لهم. هذا موقف. الموقف الآخر يقول لا، لكل بيئة ثقافية خصوصية خاصة لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار تلك الخصوصية الفكرية والثقافية ونحو ذلك. في عقيدتنا، والشواهد تثبت ذلك والأدلة تثبت ذلك، سواء كان هذه الأدلة من الداخل الغربي، الفكر الغربي، أو من الخارج، أننا عندما نقول الحداثة الغربية أو الحداثة الأوروبية، هذا قيد الغربية والأوروبية ليس قيدا توضيحيا، بل هو قيد ماذا؟ احترازي، الذي لا يقبل الخصوصية يقول هذا القيد قيد ماذا؟ توضيحي، باعتبار أن منشأ هذه الحداثة وهذا الفكر هو الغرب وأوروبا، وإلا ليس بمعنى أنه مقيد بالبيئة الفكرية الثقافية الدينية الاجتماعية في أوروبا. هذه قضية مهمة أعزائي، ليس هنا فقط، وإنما في كل ما نريد أن نأخذه من الآخر، في كل ما نريد أن نأخذه من الآخر لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار. طبعا
هذا الذي أقوله سلاح ماذا؟ ها؟ سلاح ذو حدين، يعني قد يرتد علينا الغرب إذن عندما ندعوه إلى الإسلام، أيضا يستطيع أن يقول لنا ماذا؟ ها؟ يقول بأنه هذا الذي عندكم مرتبط ببيئتكم الشرقية، مرتبط بثقافتكم، ليس بالضرورة قابل للانطباق ماذا؟ على بيئتنا وعلى ثقافتنا وعلى مجتمعاتنا، ليس قابلا لذلك. نعم، لابد إذا أردنا أن نستورد الإسلام منكم لابد أن نعطيه خصوصية ماذا؟ خصوصية مجتمعاتنا، خصوصية غربية. ومن هنا كما يوجد إسلام شرقي يوجد إسلام ماذا؟ ها؟ غربي. كما توجد قراءة شرقية لهذا النص الديني الإلهي توجد قراءة ماذا؟ قراءة غربية لهذا النص. نحن لا يمكن أن نفرض قراءتنا عليهم. إذا قبلنا هذه التاريخية وهذه ماذا؟ هسه سواء كانت تاريخية معرفية أو تاريخية فلسفية كما أشرنا مفصلا في الأبحاث السابقة، بعد لا يمكن أن نفرض إذن وما أرسلناك عندما تستدل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لابد أرسلناك للناس كافة. هذه للناس كافة، يوجد هناك جزء مشترك اللي هي أصل الإسلام، ولكنه لكل بيئة ماذا؟ قراءتها الخاصة عن هذا النص الديني عن القرآن. ولهذا قد يأتي مفسر من الغرب مولانا، ويوجد هكذا أعزائي، أنتم تقرؤون بعض الدراسات الغربية ممن اعتنقوا الإسلام أو لم يعتنقوه، يقدم قراءة عن النص القرآني وتفسير للنص القرآني كاملا يختلف عن التفسير الذي أنت تقدمه، ويبقى ذاك فهم إنساني بشري، والذي نملكه أيضا ماذا؟ فهم آخر وفهم إنساني بشري آخر أعزائي.